أهلا وسهلا فيكم. اليوم حلقتنا الجديدة حتكون عبارة عن مجموعة من اللواحق، يعني حتكون هيك مجموعة قواعد صغيرة متفرقة. هناخد لاحقة سا اللي هي تبع كيشكي يا ريت، هناخد لاحقة إن اللي هي الأكثر التفضيل، وحناخد لاحقة لك. والأغنية اليوم كمان حتكون بسيطة لأنه في ناس كتير اعترضت على أغنية الأسبوع الماضي وحكيت أنه صعبة. بنرحب ايضا باللي عم يتابعونا عبر الفيسبوك، اخونا حميد الصادق ما شاء الله دائما من المتابعين، اخونا محمود السمور اهلا وسهلا فيك شكرا لك، الاستاذ محمد موجود بس هو تزوج حديثا، انا مكون حاليا مسؤول عن برنامج بلبل تركي اهلا وسهلا فيكم. رح نبلش بالقواعد البسيطة اليوم إن شاء الله تكون، وكمان حتكون الجمل الأمثلة اللي حنحكيها أيضا حتلاقوها مكتوبة عبر الفيسبوك، وبتمنى من اللي بيقدر إنه يفتح الفيسبوك حتى هو عم يسمع عن طريق الراديو يفتح مشان يشوف موضوع الجمل مكتوبة، لأنه اللي شفتها مكتوبة بتساعد أكثر على فهم القاعدة تماما. ومثل ما تعودنا كل أسبوع أنا بنتظر منكم عبر الفيسبوك الجمل أمثلة وجمال بحيث تشاركونا، وأنا دغري عم علق عليها أو صححها أو حتى علق عليها عبر الفيسبوك أو عبر الإذاعة. اللاحقة الأولى اللي حناخدها اللي هي سا. سا هي بتستخدم طبعا لها كتير استخدامات، اللي حناخد نحن منها استخدام واحد اليوم اللي هي كيشكي. كيشكي بالتركي معناها يا ريت، ليت. لا كيشكي بتجي بعد كيشكي بحط أنا جذر الفعل وبحط بعده سا، وبعد السا بحط اللاحقة المناسبة للفاعل اللي عم بذكره. مثلا أول جملة كيشكي ينمدا أولسان، كيشكي ينمدا أولسان يعني يا ريتك بجانبي. كيشكي ينمدا أولسان، أول الجذر الفعل، سا بعدين الني اللي هي تبع سان اللي هي مسموها كيشي اكي اللي هي لاحقة الفاعل. لاحقة الفاعل مع السا بتكون مماثلة للاحقة الفاعل بالفعل الماضي، شلون بنقول جيتين بالضبط. المثال الآخر مثلا كيشكي هوا جوزال أولسا، كيشكي هوا جوزال أولسا يعني يا ريت يكون الجو حلو. طبعا في ملاحظة مهمة كمان، يا ريت هو مو معناها الاستحالة، يعني كتير مهم انه انا لما استخدم القاعدة هذه هذا التمني اللي عم بحكي قابل للتحقيق. يعني كيشكي هوا جوزال أولسا يعني ان شاء الله يا ريت يكون الهوا حلو، في امل يكون حلو، ما عم بحكي انا عن شغلة مستحيلة، لانه ممكن لاحقا نحن بقاعدة اخرى نحكي ان لو كانت مستحيلة، يعني لو كان هلأ الهوا جو مطر وتلج وبرد كتير ساعتها بنقول كيشكي هوا جوزال أولسايد يعني يا ريت كان الهواء جميل، هون صار تمني مستحيل. إذا لما يصير بالماضي بصير مستحيل، أما أنا هذا اللي عم بحكيه اليوم هو قابل إنه يتحقق. يعني أنا فقت الصبح في أمل يكون الجو حلو، عم أقول كيشكي هوا جوزال أولسا بيكنيك جيتسك حتى نروح على رحلة. كيشكي بيكنيه جيتسك يا ريت نروح رحلة، كيشكي بيكنيه جيتسك يا ريت نروح نزهة. مثلا كيشكي فيلم إز لسم، كيشكي فيلم إز لسم يا ريت احضر فيلم. مثلا واحد بيحب شخص آخر بيقول له بير ليك تيا شاساك، بير ليك تيا شاساك يا ريت نعيش سوا. إذا سا تجي مع جذر الفعل بعدها بيجي الفاعل، فبتعطي معنى التمني قابل التحقيق. الآن إذا أضفت له سؤال يعني مثلا بيكني جيتسكم بتصير بالضبط مثل جيدلم، جيتسكم مثل جيدلم. بو جملي بو جملي ألصم ألصم بصير معناها ألايم يعني هل أخذه للاستشارة معي صديقي، فأنا بسأله بو جملي ألصم. طبعا هي مثلا مو مكتوب، أنا في مو كل الحياة بتجي أمثلة جديدة يعني بطرحها بكون مالي كاتب بالتعليقات مشان نزيد الأمثلة. إذا كيشكي ببساطة شديدة هي بتعطي كيشكي مع السا تعطي معنى التمني. طبعا ما في داعي أقول كيشكي، يعني الأتراك ما بيقولوا كيشكي، بس أنا هلأ عم أكد عليها وأذكرها مشان توضح المعنى. بس الأتراك مو دائما بيقولوا، دغري بيقولوا ينمدا أولسان يعني يا ريتك جنبي، هوا جوزيل أولسا بكنيه جيتسك يعني يا ريت الهوا يطلع حلو ونروح على نزهة. هي
القاعدة. قبل ما انتقل للفكرة الثانية، في بعض التعليقات دغري ما شاء الله في مشاركة جميلة، فبدأوا يعني يعطونا جمل. شكرا أولا للمرحبين محمود وحميد والأنسة رخاء وأبو القاسم وأبو زيد ومحمد إبراهيم وأمل من ليبيا وجوري الشام. شكرا شكرا للجميع، ما شاء الله في كتير تعليقات. مصعب رمضان شكرا لك يا كشكلزن، شكرا خجلتني. منان شكرا شكرا جميعا. أي كشكي بنملي قال سايدن. هلا هاي أحمد جديد حاطي مثال من اللي حكيت أنا تنويه له، اللي هو نفسه السي بس مع الماضي، فبصير معناته مني مستحيل. كشكي بنملي قال سايدن، لما أقول قال سايدن معناها يا ريتك رحت معي، هذا الحكي بحكيه بعد ما خلصت الرحلة أو خلصت الروحة، فأنا عم بحكي يعني يا ريتك رحت معي كانت كتير حلوة. أما إذا كانت الروحة لسه بعد ساعة وأنت لسه متردد، بقوله كيش كيشكي بنملي جلسين يا ريت تجي معي، كيشكي بنملي جلسين يا ريت تجي معي، لساته في أمل تروح. بعد الروحة بقول جلسيدن لأنه خلاص راح الأمل. كيشكي جيت مسيدن كمان أخي حميد، أنتوا عم تحكوا عن التمني يعني كله تبع هذا بيسموه الندم حتى الأتراك، لأنه خلاص رايحة. كيشكي جيت مسيدن يا ريتك ما رحت، بس أنت رحت وأنا عم قلك بعد ما رحت يا ريتك ما رحت. لما حط الماضي مع السي، لما حط الماضي بعد السي بيصير معناه تمني مستحيل أو بنسميه أقرب للندم. هجم كشكي إسكيدان سيزي تنش سام. هجم كشكي إسكيدان سيزي تنش سيزي أو سيزين لي تنش ماك، لأنه بياخد إلي سيزين لي تنش سام. كمان هون إسكيدان يعني أنه بالماضي، هون بتستخدم إجباري تنش سايدم، يعني يا ريتني تعرفت عليك سابقا بس أنا ما تعرفت سابقا. شكرا لك أخي مصعب، وأنا بتشرف بمعرفتك وبمعرفتكم جميعا. في ما شاء الله كتير تعليقات. كشكي ينندا أولسام بيا كشكي سيزي ياكن أولسام زيارة إدرم. جميل، هي صحيحة. كشكي ينندا أولسام أو سيزي ياكن أولسام، حلوة كتير زيارة إدرم. كشكي برادر ياب سايدن، ما فهمت المثال أخي حميد. كشكي يا رشمة كذا نرسم، حلوة هي مثال كتير حلو. كشكي لأن المسابقة لسه ما صارت. كشكي يا رشمة يا رشمي كذا نرسم، يعني يا ريت تفوز بالمسابقة. أما لو خلصت بعد الحلقة وأنت خسرت فشو بتقول؟ كشكي يا رشمي كذا نر أو كذا سايدم. ما بدري هون أخي مصعب للتوضيح، ما شاء الله أمثلة كثيرة. أنا حأضطر أرجع للقاعدة الثانية قبل ما أقرأ بقية الأمثلة. في نقطة أخرى متعلقة بالسا اللي هي لما يجي بعدها دا أو بلي، يعني صار عندنا هلأ سا مع لحالة هي تمني ممكن، سا مع د كونه أنه ذكرته أمثلة كثيرة عم يعطي مستحيل. قال سيدم يعني يا ريتني إجيت وراحت علي. سا مع دا أو مع البلي حتعطي معنى أنه حتى ولو مثلا واحد متضايق كتير من شخص بيقول له باندان ازور ديلي سيدي يعني يرجو المعذرة. ازور ديلي سيدي او ديلي سيبيلي افت ما يجم، ما حسامحه حتى لو اعتذر، حتى ولو اعتذر بالمستقبل. همن تشكسك بيلي يعني لو فورا نطلعنا هلأ، حتى لو فورا نطلعنا يتشمي يجز لن ما حنلحق، مستحيل نلحق. يلار جتش سدي يعني حتى لو مرت السنوات. سيني ونوت ما يجام ما حنساك. إذن يلار جتش سدي حتى ولو بتصير معناها حتى ولو، هيك صار. هيك بنكون خلصنا عن الساب. حرجع أقرأ بعض التعليقات. صباح الخير، صباح النور، يعطيكم العافية جميعا. حسان الصافي شكرا لك. سيني سيفيوروم ميسك اف ام جيت سكما، يعني شو رأيكم نروح على ميسك اف ام؟ أهلا وسهلا فيكم، أهلا أخي غيث يسعد قلبك. ما شاء الله في تعليقات اليوم، في تفاعل ضخم جدا، ما عم لحق التعليقات. الآن القاعدة الثانية الصغيرة حتى نلحقها قبل الفاصل.
لأنه كمان الأغنية مجهز لكم إياها متعلقة بهذه القواعد وهي إن شاء الله بسيطة وحلوة يعني مشان نعوض عن الأسبوع الماضي. القاعدة الثانية هي إن. إن لما يجي بعدها إن تيجي بعدها الصفة فبتعطي معنى التفضيل يعني أكثر شيء. لما أقول إن جزال يعني أجمل شيء، إن بيوك أكبر الأكبر أكبر شيء، إن هزل يعني أسرع شيء، إن زور يعني أصعب شيء. الأمثلة مثلا صنفتكي صنفتكي إن بيوك أورنجي بنيم، صنفتكي إن بيوك أورنجي أكبر طالب في الصف بنيم هو أنا. بنيم هون يعني لو إن هي بعيد مو هاد مجال حكينا، بنيم هون مو هي الملكية مو هي لي، لا هي بنيم يعني أنا، بس أنا جاي بموقع بآخر الجملة يعني بدك تحط لها بعد بان الام تبع مثل وقت تقول مثلا ايم، هي الام دخلت على البان فصارت بنيم. بس هيك الملاحظة هيك يعني شوي دقيقة بس للي بيعرف ينتبه عليها، بنيم هون ليست ملكية. مثلا مثال تاني افدكي ان تشالشكان بيري، افدكي ان تشالشكان بيري اكتر واحد مجتهد نشيط في البيت كارديشم هو اخي. دنيانن دنيانن ان زور ديلي اصعب لغات العالم، دنيانن ان زور ديلي عربشا يعني في قول بيقول لك اليابانية او كذا ما خلاف. المهم المثال انني ان جوزال هديي جترميك استيوروم، اريد ان احضر لامي اجمل هدية، ان جوزال هديي جترميك استيوروم. الينين إن بيوك هيالي، ألينين إن بيوك هيالي يعني أكبر أحلام علي دكتور أولمك أن يكون طبيب. إن تشوك إن تشوك، لاحظوا أنه دائما بعد الإن شو عم يجي صفة، فهي الإن مع الصفة بتعمل التفضيل تبع أكثر يعني الأكثر. إن تشوك سيفديم كشي أكثر الأشخاص اللي بحبهم، إن تشوك سيفديم كشي. طبعا هو منذكر سيفديم شو هي، هذا الفعل اللي تحول إلى صفة، سيفديم كشي أكثر الأشخاص الذين أحبهم سانسين سانسين هو أنت. إن كتو إنسان إن كتو إن كتو إنسان أسوأ إنسان تتما يجاو سوزلري كونوشان در، شوي صعب الجملة بس عبتم شوي. إن كتو إنسان أسوأ إنسان تتما يجاو سوزلري، هي كمان الفعل اللي تحول لصفة، تتما يجاو سوزلري يعني كلمات لا يستطيع أن يفي بها أو وعود لا يستطيع أن يفي بها. كونوشان در، كونوشان كمان فعل تحول إلى صفة، هو الذي يتحدث بكلام لا يستطيع أن يفي به. درسي إن تشوك أنلايان يعني أكثر واحد فهم الدرس، أنلمايان لرا ياردم إتسن فليساعد اللي ما فهموا، أنلمايان لرا. آخر جملتين شوي صعبين، أتوقع اللي عم يسمعوا فقط عبر الإذاعة يعني إذا مالهم شاطرين باللغة يتكركبوا فيها، لكن إذا فتحوا وقرأوها مكتوبة وفكفكوها بتوقع بيفهموها بشكل جيد. هيك خلصنا نحن الجزء الثاني من القاعدة، حأخذ تعليقين من الفيسبوك قبل ما نطلع فاصل. إنسون يابتون إيش حميد، إنسون يابتون إيش تشوك زور، آخر عمل عملته صعب جدا، كتير حلوة الجملة من دون إي، إيش بس إيش بس. تركشي أورينمي إن بينديم سيزينلي يعني فيها شوية إن بينديم أكتر شيء عجبني تعلم تركي معك، فيه شوية تدقيق ممكن أدقق لك إياها بالفاصل. إن جوزيل أوريتمن سانسن، تشكر إدريم محمود. بلش فيها كلمات إن شاء الله سهلة. شو دنيا دكي، شو دنيا دكي إن متلوكشي، أسعد إنسان في هذه الحياة. شو دنيا دكي إن متلوكشي، إن لاحظوا إن متلوكشي، مطلولوك فيراندر، مطلولوك فيراندر هو الذي يمنح السعادة، مطلولوك سعادة. هي القسم الثالث اللي بدنا ناخده كنا من القاعدة اللي هي لاحقة لك، غالبا حنأجله للأسبوع القادم، بس المهم لا مطلولوك سعادة. فيران شو هي؟
منتذكرها اللي هي قاعدة الأسبوع الماضي واللي قبله الصفة اللي تحول. أنا كتير عم ركز عليها لأنه من أهم قواعد اللغة التركية، فكل ما تمر بأغنية برجع بذكر فيرميك يعطي، فيران الذي يعطي، إذا أسعد إنسان هو اللي بيعطي السعادة للآخرين. شو دنيا دكي سيفيلان كيشي، سيفيلان سيفميك يحب، سيفيور سيفيلميك يعني يحب، مبني للمجهول. سيفيلان الذي يحب كمان تحول الفعل إلى صفة. سيفيلان كيشي يعني شخص محبوب، أكثر شخص محبوب أو الشخص المحبوب في هذه الحياة. سيفمي بيلاندر، بيلان الذي يعرف الحب، سيفمي بيلاندر يعني اللي بيعرف يحب الناس هو الإنسان اللي بيكون محبوب. شو دنيا دكي إن جوتشلو كيشي، أقوى إنسان في هذه الحياة. جوتشلوكتان جالاندر هو اللي بيجي من قلب، جوتشلوك بيصير معناها صعوبات وتحديات، يعني الإنسان اللي بيجي من 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 التحديات والصعوبات هو بيكون إن جوتشلو أقوى شخص. شو دنيا دكي إن بيلجين كيشي، بيلجين يعني أكتر شخص عارف، بيل من بيلجي معلومة، بيلجين أكتر شخص عارف هو كينديني بيلاندر، بيلان بيلمك بيلان نفسه فعل تحول إلى صفة، الذي يعرف نفسه هو أكتر شخص بيعرف هدول الأشياء. بعدين هون بقى محور الأغنية، بتون دنيا بنا إنان سا، إنان يؤمن، سا هون شو ياريت، بتون دنيا لو كل العالم بنا إنان سا ياريت تؤمن كل الدنيا بهذا الشيء، بير إنان سا يعني إعادة لو تؤمن بهالشيء، حيات بايرام أولسا بتصير الحياة، ياريت تصير الحياة عيد، إنسانلار إل إلي إل إلي إل إلي يعني يدا بيد، إل إلي توتوش سا توتماك يمسك، توتوش يتماسك يعني توتوش سا ياريت يمسكوا الناس إيدهم بعض ببعض، بيرليك أولسا بير بير واحد، بيرليك يعني وحدة، بيرليك أولسا ياريت نكون متحدين، أوزانساك سونسوزا، أوزانساك يعني ياريت يمتد هذا الشيء، سونسوز نهاية إلى لا نهاية يعني إلى بدون نهاية عفوا يعني إلى الأبد. المقطع الثاني، شو دنيا دكي إن أولغون كيشي، أولغون معناها ناضج، إن أولغون كيشي آجيا جولاندر، جولمك يضحك، جولان الذي يضحك، آجيا يعني يضحك في وجه الألم، أجي الألم. شو دنيا دكي إن سويلو كيشي، سويلو يعني نبيل، مثلاً إحنا بتعرفوا تقول لك اسم سويس سو سوي اسم أو أد سوياد، سوي معناها النسبة، فسويلو هذا له نسبة يعني نبيل شريف يعني في قومه، أكتر شخص إن سويلو كيشي أكتر شخص شريف أو ذو نسب، إنصافا جيلاندر هو اللي بيجي على العدل يعني بالعدل هو اللي بيحقق هذا الشرف. شو دنيا دكي إن زينجين كيشي، أغنى إنسان، إن زينجين كيشي جنول، جنول معناها قلب، نفس المعنى جنول معناها قلب، ففتهدان فتهدان يعني الذي يفتح القلوب، فتح نفسه من العربية فتهدان، فتح تمك يعني فتهدان در هو الذي يفتح القلوب، هذا أغنى الناس. شو دنيا دكي إن أستون كشي، أرقى الناس، أست فوق يعني أعلى الناس أو أرقى الناس، إنسان سيفاندر الذي يحب الناس. الأغنية كتير جميلة، أنا بتمنى أنه نحفظها ونحفظها لأولادنا، يعني فيها معاني عن جد رائعة غير الفوائد اللغوية، فيها كلمات حلوة والقاعدة كتير يعني واضحة فيها اللي هي قاعدة السا وقاعدة الإن واضحين، يعني أغنية نموذجية عن القواعد.